السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ نستكمل مع بعضينا البروجرامينج. دلوقتي احنا بناخد بعض الابليكيشنز، بناخد امثلة مختلفة للبروجرامينج. كنا خدنا المثال بتاع التيلور سيريز وخدنا عليه سكاشن، اعتقد 3 لغاية دلوقتي، خدنا 3 سكاشن. ودلوقتي هنتكلم على ابليكيشن تاني اسمه الروت فايندينج. بسم الله. طيب ايه هو الروت فايندينج؟ الروت يعني الجذر، يعني احنا عايزين نحسب الجذور. فاحنا بنقول لك many real world problems require finding the roots of an arbitrary function. ساعات بيبقى عندك function عايز تحسب الروتس بتاعتها. الفانكشن ديت مش لازم تبقى بولينوميال، كانت الدنيا تبقى سهله، دي ممكن تبقى نون لينير فانكشن في منتهى التعقيد. فعايزين نحسب الروت بتاع اي arbitrary function. arbitrary يعني general function، ما هياش بولينوميال، ما هياش ليها اي شكل، ممكن تكون اي حاجة. طيب فماتلاب عامل لنا function اسمها f0. هذه الماتلاب function calculates the roots of any arbitrary function near a given point. البوينت ديت هنسميها x node. المفروض انكم في الرياضة خدتوا طريقة اسمها النيوتن رافسون، بنحسب بيها الروتس بتاعت الفانكشنز نيوميريكالي، ومفروض خدتوا طريقة اسمها السيكنت ميثود. فزي ما خدتوا في النيوتن رافسون او في السيكنت ميثود، احنا بنحسب الروتس جنب نقطة معينة احنا بنختارها. هحاول افكركم بالكلام اللي انتوا خدتوه في النيوتن رافسون ميثود والسيكنت ميثود في هذه الامثلة. فدلوقتي في الماتلاب الفانكشن اللي اسمها اف 0 المفروض ان احنا نديلها فانكشن ونديلها البوينت اللي احنا عايزين نحسب الروت جنبها. على سبيل المثال انا هنا بنده الاف 0 فانكشن بتاعت الماتلاب، بقول لها انا عايز احسب الروت بتاع الكوساين جنب الانيشيال فاليو اللي هي باي على 4. اول حاجه كده ناخد بالنا ايه اللي احنا كاتبينه هنا. ده اللي احنا كاتبينه هنا ده اسمه فانكشن هاندل. دلوقتي الاف 0 دي فانكشن في الماتلاب، الفانكشن ديت محتاجه يبقى الانبوت بتاعها هو الفانكشن اللي انت عايز تحلها. فهنا احنا بندخل حاجه اسمها الفانكشن هاندل، يعني انا بدخل فانكشن كانبوت للفانكشن دي، ماشي، وبقول له احسب لي الروت جنب باي على 4. علشان نتخيل شكل الحل اللي هيطلع نروح نشوف فين الرسمة، نروح نبص على هذه الرسمة. دلوقتي ادي الكوساين، دلوقتي انا عايز احسب الروت بتاعها. احنا عارفين ان هي ليها روتس كتير، روت عند باي على 2 وروت عند 3 على 2 باي، وكذلك روتس تانية كتير. انا هقول هات لي الروت اللي جنب مين، اللي جنب باي على 4. فنبص كده على الرسمه هتلاقي الباي على 4 في هذا المكان، فاقرب روت ليها هو باي على 2. فتعال نشوف الماتلاب هيحسب لنا ويقول لنا ايه. لما احنا بندي الامر ده هتلاقي الماتلاب هيقول لك اتفضل الروت عند 1.5 اللي هي عباره عن باي على 2. طيب تعال نشوف امثله تانية. هنا انا بدل ما كتبت الكوساين بالشكل ده انا هكتبها بصورة مور فورمال، يعني صورة رسمية اكتر. هقول له دلوقتي اللي انا بكتبه ده هو دلوقتي اللي انا كاتبه هنا ده، لا انا عايز اعلم عليه، بس استنى كده ما نعلم عليه. الله، اللي انا كاتبه هنا ده برضو ده طريقة تانية، طريقة رسمية أكتر، طريقة فورمال أكتر لكتابة الفانكشن هاندل. فأنا هنا بقول له الفانكشن اللي أنا عايز أحسب الروت بتاعها بنكتبها ما بين قوسين، بنكتبها بالرموز، ماشي، تكتبها بدلالة أي رمز، عايز تكتبها بدلالة إكس، بدلالة واي، بدلالة زد، بدلالة واتيفر، بتكتبها بدلالة أي رمز. وبتقول له هنا أنت عايز تحلها في أنهي فاريبل، زي ما هنشوف في أمثلة جاية بعد شوية.
بس. فانا هنا كتبت الفانكشن هاندل وبقول له حلها لي برضو جنب الباي على 4 اللي هي نفس النقطة، فهتلاقي ماتلاب هيطلع لك نفس الحل. طيب ناخد مثال تاني. هنا انا بقول له حل لي احسب لي الروتس بتاعت هذه الفانكشن هاندل. الفانكشن هاندل ديت انا بقول له الفانكشن بتاعتي اللي هي اللي ما بين قوسين، اللي هي هذه الفانكشن هي عبارة عن كوساين الاكسبوننشال بتاع ايتا زائد ايتا تربيع ناقص 1. هذه الفانكشن انا بقول له حلها لي في الفاريبل اللي اسمه ايتا. تمام. دلوقتي الفانكشن ديت حلها لي نير هذه الانيشال فاليو، فهتلاقي ماتلاب هيقول لك حاضر، هيقول لك الروت بتاعها عند 1.33 بس خلاص. فاحنا كده عرفنا ازاي نحسب الروتس باستخدام الفانكشن اللي اسمها اف 0 اللي بتيجي على الجاهز مع الماتلاب، وعرفنا ازاي نكتب فانكشن هاندلز. اللي عايز تفاصيل اضافيه يروح للماتلاب دوكيومنتيشن في هذا المكان. طب ناخد مثال تاني. دلوقتي ايه اللي احنا شايفينه ده؟ اللي احنا شايفينه ده ده الريسبونس بتاع حاجه اسمها سنجل ديجري اوف فريدم سيستم. يعني دي مساله ليها ديفرنشال ايكويشن. المساله ديت ان شاء الله هناخدها، هي احد المسائل بتاعه الشيت، فدي مساله هناخدها في الشيت. المهم طيب علشان تتخيل معايا اللي بيحصل، تعال نبص هو ايه اللي بيحصل. فين عندنا المسائل اللي في الشيت؟ ادي المسائل. فين مسألة السنجل ديجري اوف فريدم؟ ادي مسألة 4.18. مسألة 4.18 مديلك ماس سبرينج ودامبر سيستم. السيستم ده اكيد خدتوه في الفيزياء في اعدادي هندسة، يمكن كنتوا بتسموه السيمبل هارمونيك موشن. المهم فالماس ديت هي يعني بيأثر عليها فورس وبيبقى ليها displacement اللي هي الاكس، فاحنا ممكن نكتب لها الايكويشن اوف موشن، هتطلع هذه الديفرنشال ايكويشن. بس الديفرنشال ايكويشن ديت ممكن نحلها. خدت بقى في الرياضه وفي الفيزياء ازاي تحل الديفرنشال ايكويشن. المهم الديفرنشال ايكويشن بتاعت السيستم ده اللي احنا بنسميه السنجل ديجري اوف فريدم دامبد سيستم، دامبد ماس سبرينج سيستم، الديفرنشال ايكويشن ديت احنا ممكن نحلها. شوف بقى روح راجع كورس الرياضة. المهم لما نحلها هنحصل على لسنا، احنا لسه ما حليناهاش، احنا لسه هنا قسمناها على ام، فادي الديفرنشال ايكويشن. الديفرنشال ايكويشن هنكتب بدل ما كانت مكتوبة بدلالة الام اللي هي الماس والسي اللي هو الدامبنج فاكتور والكي اللي هو السبرينج كونستانت، لا احنا هنقسم على ام والسي على ام هنسميها 2 زيتا اوميجا ان، والكي على ام هنسميها اوميجا ان تربيع. فاحنا مجرد قسمنا على ام عشان الفورم ديت احنا بنحبها. الفورم ديت احنا بنسميها النون دايمنشنال فورم. الفورم دي بتبقى بدلاله بارامتر اسمه الاوميجا ان وبارامتر اسمه الزيتا، بيعبر لنا عن الدامبنج وبس. فالاوميجا ان هي بتعبر عن الاستفنس، والزيتا هي بتعبر عن الدامبنج. فاحنا بنحب الديفرنشال ايكويشن في النون دايمنشنال فورم دي. دي بقى لما هنحلها، روح بقى راجع كورسات الرياضه اللي انت خدتها، هنلاقي ان الحل بتاعها اول حاجه احنا هنحلها في حاله الفري فايبريشن. فري فايبريشن يعني هنفترض ان مفيش فورس. مفيش فورس، طب ما هو مفيش حل. لا مفيش فورس، ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها انيشال كونديشن. يعني انا ممكن امسك الماس ديت، ممكن اشدها مثلا على اليمين واثبت ايدي كده، كده انا حطيت انيشال كونديشن. انا لسه ماسك الماس وانا شددها، فانا كده حاطط على الماس انيشال كونديشن، وبعد كده فجاه هسيب ايدي. فلما هسيب ايدي الماس ديت بتتحرك، مفيش فورس بتاثر عليها، هي مجرد اتحركت due to initial condition. فهي ديت المسألة اللي احنا هنحلها. احنا هنفترض ان مفيش فورس، فطبعا الحل هيطلع بدلالة ال initial conditions. الحل هيطلع بقى ايه؟ هيطلع 4 حلول.
حل 2 3 4. الحل دوت هيطلع بدلالة حاجة اسمها الاكس نود، اللي هو الانيشال ديسبليسمنت، اللي هو الانيشال كونديشن اللي انا بقول عليه، وهيطلع كمان بدلالة حاجة اسمها الفي نود اللي هو الانيشال فيلوسيتي. فدوت السوليوشن ده بتاع الفري فايبريشن. فري فايبريشن يعني ما فيش فورس، لكن السوليوشن ديو تو انيشال كونديشنز. فزي ما انت شايف اربع حلول. لو كان الدامبنج بزيرو، يعني لو ما كانش فيه دامبنج، هيبقى الحل هي ديت المعادله بتاعته. اما لو كان الدامبنج قيمته اللي هو الدامبنج كوفيشنت من صفر لواحد، هتلاقي الحل هيبقى ليه شكل تاني. اما لو كان الدامبنج قيمته بيساوي الدامبنج كوفيشنت، لو كانت قيمته بتساوي واحد، هتلاقي الحل هياخد شكل تالت. اما لو كان الدامبنج اكبر من واحد، هتلاقي الحل هياخد شكل رابع. بس فهو دوت السوليوشن بتاع السنجل ديجري اوف فريدم سيستم فور فري فايبريشن. ماشي. الحل دوت هتلاقيه بدلالة حاجة اسمها ايه اهي، وحاجة اسمها بي اهي، وحاجة اسمها سي اهي، وحاجة اسمها دي اهي. المهم ادي الحل. وفي كمان هنا حاجة اسمها سيتا، فالسيتا اهي. وفي كمان حاجة اسمها فاي، الفاي اهي. ماشي. المهم دلوقتي احنا في المسألة اللي احنا ماسكينها ديت، احنا بنقول لك اعمل لي ماتلاب فانكشن. المسألة دي احنا مش هناخدها دلوقتي، احنا بس المسألة دي بنستخدمها دلوقتي، لكن دي ليها سيكشن ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. المهم في المسألة ديت اللي احنا هناخدها في السيكشن ان شاء الله، المطلوب ان احنا نعمل ماتلاب فانكشن. الفانكشن ديت هنسميها سنجل ديجري، الفانكشن دي هنسميها سنجل ديجري اوف فريدم فري ريسبونس بتاعت فيسكاس سيستم. انا بحب استخدم اسامي طويله بس تبقى الدنيا واضحه، اقرا افهم على طول حتى لو الاسامي طويله مش مشكله. فدلوقتي اعمل لي فانكشن بهذا الاسم. الفانكشن ديت وظيفتها ان هي تحسب لك الاكس. مين هي الاكس؟ اللي هو الحل بتاع الديفرنشال ايكويشن. فاعمل لي فانكشن تحسب لك الاكس دي. اعمل لي فانكشن تحسب لك الاكس. الفانكشن ديت انا عايز الهيدر بتاعها يبقى بهذا الشكل. قلنا ادي اسم الفانكشن. الفانكشن ديت الانبوتس اللي هي هتاخدها، هتاخد البارامترز بتاعه المساله اللي هو الناتشورال فريكوانسي، الدامبنج كوفيشنت، الانيشال كونديشنز اللي هو الانيشال ديسبيسمنت والانيشال فيلوسيتي والتايم، والمفروض وهتحسب لك وترجع لك الاكس اللي هو الاكس اوف تي. انت هتديها التي، هي هتدي لك الاكس. بس زي ما انت شايف هنا، انا بقول لك التي انا هدخلها لك كفيكتور، انا هدخل لك فيكتور مليان قيم مختلفه للتي، وعايز الاوتبوت يبقى فيكتور بنفس المقاس مليان قيم مختلفه للاكس، كل اكس مناظره للتي اللي في هذا الفيكتور. بس فانا هنا بقول لك، انا هنا لغايه دلوقتي بدلعك في الامتحان، مش هدلعك واكتب لك الشرح ده. مجرد اني كتبت لك ان دي فيكتور معناها خلاص افهم ان دي فيكتور. بس انا هنا بقول لك يعني ان الفاريبل ده هو فيكتور، وبقيه الفاريبلز هي سكيلرز، لكن ما تتعودوش على الدلع دوت كتير. قلنا بقى الكلام ده هنبقى نشرحه في السكشن ان شاء الله، مش هنقوله دلوقتي. المهم الفانكشن اللي انت هتعملها، احنا هنعملها يعني بعد ما نعملها اكيد هنعمل بيها حاجه. فاحنا بنقول لك الفانكشن اللي انت هتعملها تيست يور فانكشن، يعني اتاكد ان الفانكشن اللي انت عملتها صح ولا غلط، عن طريق انك ترسم بيها الفيجر اللي جاي ده. فدلوقتي الفيجر ده احنا راسمين فيه الاكس، احنا راسمين فيه الاكس فيرسس، طب انا هصغر شويه كده، احنا راسمين الاكس فيرسس التايم، فيرسس التايم. بس فادي اللي هو شكل الاكس فيرسس تي. هتلاقي ان الحل بقى بيختلف بحسب قيمه الزيتا. لو الزيتا قيمتها كذا هيطلع الكيرف الازرق، لو الزيتا قيمتها كذا هيطلع الكيرف الاحمر، وهكذا. وطبعا الحل ده بيفترض بارامترز معينه، بيفترض ان الناتشورال فريكوانسي قيمته كذا، وقلنا بيفترض ان الدامبنج قيمته كذا او كذا او كذا او كذا او كذا، كل فرض هيطلع لك كيرف مختلف. وبيفترض الانيشال كونديشنز اللي هو الانيشال ديسبيسمنت والانيشال فيلوسيتي. بس فبالتالي الكيرفات ديت هي عباره عن الرسمه بتاع هذه الفانكشن.
الفانكشن ديت هي مبنية على أربع معادلات. نرجع بقى للي احنا كنا بنتكلم فيه. دلوقتي احنا بنتكلم على الروت فايندينج. دلوقتي انا عايز احسب الروت بتاع هذه الفانكشن، الروت بتاع هذه الفانكشن. طبعا لما اقول لك الروت بتاع هذه الفانكشن احنا شايفين هنا كيرفات كتير. لما اقول لك هذه الفانكشن يعني اكيد انا هختار قيمة معينة للزيتا فلما اختار قيمة معينة للزيتا يبقى انا بتكلم على كيرف معين، ماشي؟ فدلوقتي انا هختار اي كيرف منهم بمزاجي، اختار اي كيرف منهم وليكن الكيرف الاحمر ده هتلاقي فيه ليه روت، ادي الصفر اهو، فهتلاقي فيه روت هنا وفي روت تاني هنا وفي روت تالت هنا وفي روتس جاية كتير. فانا هختار كيرف وليكن مثلا الكيرف الاحمر يعني واحسب الروت اللي انا عايزه. بس فده مثال بقى صعب قوي، ده مثال مش سهل زي الامثلة السابقة. الامثلة السابقة ان احنا بنحسب الروت بتاع كوساين ولا روت بتاع حاجة سهلة زي دي. لا، دلوقتي انا هحسب الروت بتاع فانكشن مقربة، اللي هي الفانكشن اللي اسمها سنجل ديجري اوف فريدم ريسبونس، اللي هي اللي احنا عملناها، اللي هي اللي انا وريتها لكم في الشيت. الفانكشن ديت هي فانكشن في كام فاريبل؟ دي فانكشن في فاريبل 2 3 4 5. الفانكشن ديت هي فانكشن في 5 فاريبلز. طبعا انا لما بحل فانكشن المفروض بحلها في فاريبل واحد بس، يعني المفروض بقيه الفاريبلز دولت ابقى انا قبل كده محدد القيم بتاعتهم. يعني انا بقول له الاوميجا ان دي خدها ان هي بواحد، والزيتا دي خدها ان هي بوينت 1، والاكس نود بكذا، والفي نود بكذا، والفي نود بكذا. بس خلاص، فكده انا هنا حددت قيم كل الانبوتس ما عدا واحد. الواحد ده هو دوت اللي انا هقول له دلوقتي. انا كده كاتب له فانكشن هاندل وبقول له الفانكشن ديت الفاريبل بتاعها هو مين؟ تي. يعني الفانكشن ديت بدلاله التي. يعني حتى لو انت هنا في السطور ديت كنت انت كاتب التي بتساوي رقم، ماشي؟ طالما انت كتبت كده، كده انت بتقول له الفاريبل بتاعك هو التي، يعني مالكش دعوه بالقيمه اللي اتعرفت للفاريبل ده. الفاريبل بتاع الفانكشن اللي انت كاتبها هو التي بس. فانا كده اللي انا كاتبه هنا، انا كده فهمت الماتلاب الفانكشن اللي انا عايز احسب الروت بتاعها. الفانكشن ديت انا بقول له احسب لي الروت جنب هذه النقطة. مين هذه النقطة؟ 0.7 من التي ان. مين التي ان؟ التي ان هي مقلوب الاف ان. طب مين هو الاف ان؟ هو الفريكوانسي اللي هو عبارة عن الاوميجا ان على 2 باي. انا بقى هنا مش هشرح لك بقى الفيزيكس بتاعت المسألة، احنا هنا ناس بتوع بروجرامنج. المهم يعني التي ان هي جواها رقم. فانا بقول لك احسب لي الروت بتاع هذه الفانكشن جنب هذا الرقم. الرقم دوت، طب تعالى نشوف بس، احنا هنا قايلين له ان الاوميجا ان بواحد والزيتا بوينت 1. نرجع كده للكيرف اللي فات. الكيرف اللي فات هتلاقيه مرسوم فعلا للاوميجا ان بتساوي 1، وهتلاقيه مرسوم للاكس نود بماينس 1 وللفي نود بزيرو. نرجع كده هتلاقي فعلا الاكس نود بماينس 1 والفي نود بزيرو. يبقى انا كده مدخل البارامترز بتاعت الرسمه اللي انا شايفها. بس انا قايل له ان الزيتا بوينت 1، زيتا بوينت 1 معناها ايوه ان انا بتكلم على الكيرف الاحمر. يبقى انا دلوقتي ده اخترت البارامترز بتاعت المساله بحيث ان الفانكشن بتاعتي هي بتعبر عن الكيرف الاحمر. دلوقتي انا بقول له حل لي، هات لي الروت بتاع الكيرف الاحمر جنب تي بتساوي 7/10 من التي ان. تعال نشوف كده، احنا هنا راسمين التي على التي ان. لما تي على تي ان تبقى 7/10 هتطلع حوالي في المكان ده. فانا بقول له هات لي الروت، يعني انا مدخله الانيشال فاليو مدخلها له جنب الروت دي. فطبيعي ان الاف زيرو هتروح تجيب لي انهي روت؟ احنا قلنا في روتس كتير، لكن هي هنا هتجيب لي الروت جنب الانيشال فاليو اللي انا مدخلها. فالمفروض هتديني الروت اللي هنا وهتقول لي اهو قيمه الروت بتاع الفانكشن اهي. طب انا المره دي هقول له هاتها لي جنب بوينت، هقول له هاتها لي جنب الانيشال فاليو الثانيه. فبما ان القيمه دي هي جنب القيمه دي فهتدي لك ايه؟ الفانكشن هتكونفيرج عند نفس الروت. طب لو انا غيرت الانيشال فاليو خليتها 1.2 من التي ناتشرال، 1.2 يعني انا دلوقتي هدخل نقطه في المكان ده،
يبقى انا دلوقتي بقول له هات لي روت جنب النقطة اللي هنا، يعني انا بقول له هات لي الروت ده، فهتلاقي ماتلاب هيقول لك حاضر الروت اهو، الروت اهو، يعني ديت قيمة التي اللي احنا شايفينها ديت هي قيمة التي. طيب انا هقول له هات لي الروت جنب 1.7. نرجع كده للرسمة، دي 1.5 1.7 هتطلع حوالين الروت ده، فلما اقول له 1.7 ماتلاب هيجيب لي الروت التالت، فهيجيب لي الروت التالت، فانا بختار الروت اللي انا عايزه. يعني الفانكشن هي ليها روتس كتير، ازاي اختار الروت اللي انا عايزه؟ عن طريق انك بتختار نقطة قريبة من الروت اللي انت عايزه. بس خلاص، فكده خلصنا ابلكيشن تاني اللي هو الروت فايندنج باستخدام الماتلاب. وفي عندنا لاب اللي هو اللاب رقم 10. ايه اللاب رقم 10؟ اللاب دوت اسمه الروت فايندنج. احنا لغاية دلوقتي استخدمنا البلت ان فانكشن اللي في الماتلاب اللي اسمها اف 0. دلوقتي انا هقول لك لا يا باشا، تعالى بقى، تعالى كده نروح على مسألة 4-13. المنظر هنا مش حلو، فانا هروح على المنظر اللي هنا، هروح على المنظر اللي هنا. قلنا مسألة 4-13، 4-13 هقول لك لا بقى، ما ايه ماتلاب عنده حاجة بلت ان، بس انت مهندس واحنا عمالين نعلمك، فتعالى بقى، مش انت اتعلمت حاجة اسمها السيكنت ميثود؟ يلا يا باشا بقى نبرمجها. فدلوقتي انا بقول لك اعمل لي ماتلاب فانكشن، الفانكشن ديت المفروض ان هي تحسب الروت بتاع اي نون لينير فانكشن باستخدام السيكنت ميثود اللي انت درستها. طب هتعمل الفانكشن، هاو بعدين؟ بقول لك اختبر الفانكشن اللي انت هتعملها عن طريق انك تحسب الروتس بتاع هذه النون لينير فانكشن جنب السيكنت ميثود. هي كانت بتحتاج منك اتنين انيشيال كونديشن. فالمهم يعني باختصار، انا هنا بقول لك انت درست حاجه اسمها السيكنت ميثود، يلا اعمل لي بيها فانكشن، اعمل لي بيها فانكشن علشان تحسب الروتس، حاجه كده شبه الاف 0 بتاعت الماتلاب. دي مساله 4-13. وبعد كده في مساله 4-14 هقول لك ده في طريقه ثانيه بدل السيكنت ميثود، حاجه اسمها الباي سيكشن، برضو برمجها لي بالماتلاب. ومسألة 4-15 هقول لك ده في طريقة ثالثة اسمها الفولس بوزيشن ميثود، برضو برمجها لي. فاحنا كده في الثلاث مسائل دولت هنعمل ثلاث برامج، البرامج ديت هي بديلة للبيلت ان فانكشن اللي في الماتلاب اللي اسمها اف 0. طيب ففي عندنا طرق كتير للروت فايندينج، في عندنا طرق كتير للروت فايندنج. طيب كل طريقة هي ليها ميزة وعيب، زي ما هنشوف لما هنخش في السكشن ان شاء الله. هتلاقي ان طريقة السيكنت ميثود اللي هي اللي بتحسب الروت بالطريقة الفلانية هتلاقيها ممكن تفشل لو كان الفانكشن ليها الشكل الفلاني. طب خلاص نعمل ايه؟ في طريقة تانية اسمها الباي سكشن، الطريقة ديت مش هتفشل في الحالة اللي هتفشل فيها الطريقة السابقة، بس الطريقة دي هنلاقي لها عيب، هنلاقيها عيب ان الكونفرجنس بتاعها بطيء. طب نعمل ايه؟ في طريقة تالتة اسمها الفولس بوزيشن، هتلاقيها برضو بتحاول تتجنب عيب لكن يطلع فيها عيب تاني. فالخلاصة في طرق كتير للروت فايندنج، كل طريقة بتتميز في ظروف معينة لكن بيبقى ليها عيوب. فبالتالي لو انا عايز اعمل بقى فانكشن محترمه ما تخرش الميه زي الفانكشن اللي اسمها اف 0 اللي جايه مع الماتلاب، هنعمل ايه؟ ده احنا بقى مش هنستخدم طريقه واحده، يعني انا بس عايز افهمكم، الفانكشن اللي اسمها اف 0 بتاعت ماتلاب برنامج محترم، لما بيبقى فيه فانكشن جاي معاه بتبقى فانكشن محترمه من يعني محترمه، يعني ايه؟ يعني مش سهل انها تفشل، يعني فانكشن هتلاقيها عامله حساب احتمالات كتيره قوي. يعني هتلاقي الفانكشن اللي اسمها اف 0 بتاعت الماتلاب هتلاقيها مبنيه يمكن على 4-5 طرق، يعني هتلاقي ماتلاب هيشوف الفانكشن اللي انت بتدخلها له يا ترى هي من انهي نوع، لو هي من النوع الفلاني يبقى انسب طريقه استخدمها هي الطريقه الفلانيه ويبتدي يشتغل بيها. ممكن لما يشتغل يلاقي نفسه اتنقل من حته لحته تانيه في نفس الفانكشن، فيبتدي يغير الطريقه اللي بيستخدمها،
متخيلين مدى السوفيستيكيشن اللي جوه الفانكشن بتاعت الماتلاب؟ بس فاحنا في السكشن هنديلكم ثلاث امثله لثلاث طرق مختلفين، لكن بقى بعد ما نخلص السكشن ان شاء الله هنديكم الواجب ده. ايه ده، فين الواجب؟ احنا هنا اللاب، وبعد كده ده في لاب تاني، في لاب تاني. لا لا استنى، احنا دلوقتي هنا دخلنا على اللاب اللي هو لاب 10. فاحنا كده خلاص بعد ما هناخد اللاب بتاعنا هنديكم الواجب اللي هو مسألة 16 17. فدلوقتي انا هديكم الواجب، اللاب ان شاء الله هناخده حالا، بس دلوقتي اعرفوا ان الواجب بتاعنا مسألة 16 ومسألة 17. ايه مسألة 16 ومسألة 17؟ مسألة 16 بتقول لك دلوقتي في الثلاث مسائل السابقة انا اديت لك ثلاثة روت فايندينج ميثودز، ثلاث طرق مختلفة. المطلوب هنا انك تقارنهم، تقارنهم يعني تقول لي كل ميزة كل طريقة مزاياها ايه وعيوبها ايه. الكلام دوت انا مش عايزك تألف، الكلام ده هتلاقيه موجود ومشروح بالتفصيل في هذه الاماكن. يعني مطلوب منك انك تروح تقرأ المعلومات اللي هنا وتفهمها وتقارن لي الثلاث طرق. طيب الواجب ده انا مش هطلبه دلوقتي، فالمسألة 16 ما هياش واجب، انا تنازلت عن هذا الواجب. لكن الواجب اللي انا مش هتنازل عنه مسألة 4 17. مسألة 17 بتقول لك ماتلاب عامل لك فانكشن اسمها اف 0. الفانكشن دي بقى اكسبلور، يعني روح افتح لي الفانكشن ديت وروح اقراها. مش قلنا الماتلاب فانكشنز هي اوبن سورس؟ اوبن سورس دي قلنا ميزة لا تقدر بثمن. فدلوقتي افتح لي السورس كود بتاع البيلت ان فانكشن اللي في الماتلاب اللي اسمها اف 0، افتح لي السورس كود بتاعها وهات لي هذه المعلومات. ايه المعلومات؟ قول لي هي بتستخدم انهي روت فايندينج ميثود. مش قلنا في طرق كتيره للروت فايندينج؟ اعرف لي الطريقه اللي الاف 0 بتستخدمها. هتقول لي اعرفها ازاي؟ هقول لك السورس كود متاح، اقرا السورس كود وشوف. الحاجه التانية اللي عايزك تحسبها، قول لي الطريقه اللي الفانكشن بتستخدمها، قول لي الطريقه ديت مشروحه فين، مشروحة في أنهي كتاب ولا في أنهي بيبر ولا في أنهي موقع على الإنترنت، فين شرح الطريقة اللي الماتلاب بيستخدمها. ولو في أي انفورميشن تانية مفيدة طلعها لي. فهي مسألة 4 17 واجب. طيب علشان أساعد الناس تبدأ في الواجب هنقول أدي الماتلاب. فين الماتلاب؟ أدي الماتلاب. هفتح أنا هنا اللي هي الكوماند ويندو. دلوقتي إحنا عايزين نفتح السورس كود بتاع الإف 0. هنفتحه ازاي؟ ممكن اجي كده اقول له open الاف 0، هتلاقي ماتلاب راح فاتح لك في الناحيه الثانيه في الكود اديتور، راح فاتح لك فانكشن اسمه اف 0.m. الفانكشن الملف ده موجود فين؟ موجود اهو، موجود في الانستوليشن فايلز اللي جايه مع الماتلاب. فده السورس كود بتاع البيلت ان فانكشن بتاعت الماتلاب اللي اسمها اف 0، وده الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن دوت هو اللي بيطلع لك لو انت جيت هنا وكتبت، لو انت جيت هنا وكتبت هيلب اف 0 هتلاقي الكلام اللي بيتعرض ده. الكلام ده هو الكلام اللي مكتوب فين؟ الكلام اللي مكتوب هنا، هو الكلام اللي مكتوب هنا بس. فدلوقتي قلنا لما بنكتب هيلب، قلنا دلوقتي لما بنكتب هيلب في الناحيه دي بيظهر لك اول كونتيجوس بلوك من الكومنتس، اول كونتيجوس بلوك. يعني ايه؟ يعني هتلاقي كده السطور من اول هنا، من اول هنا لغايه فين؟ لغايه فين لسه لغايه هنا. كل السطور، كل سطر بلا استثناء بيبدأ بعلامة البرسنتج لغاية هنا. يبقى دلوقتي كل اللي فوق دوت هو دوت اللي اسمه الفيرست كونتيجوس بلوك اوف كومنتس. كل اللي فوق دوت هو اللي هيظهر لي في الكوماند برومبت لو انا كتبت الامر اللي اسمه هيلب. ما بعد هذا بقى من اول هنا الكلام ده مش هيظهر في الكوماند ويندو لما اجي اكتب هيلب.
لكن الكلام ده مكتوب ليك، مكتوب ليك. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول ان ماتلاب اوبن سورس، ومش اوبن سورس بس، ده اوبن سورس وكاتب لك كومنتس تساعدك انك تفهم السورس كود لما تقراه. حد فاهم؟ حد حاسس بقيمة اللي انا بقوله؟ اللي انا بقوله ده معلومات يعني لا تقدر بثمن. ماتلاب مدي لك السورس كود ومش كده وبس، وشرحهولك، شرحهولك علشان لما تقراه، شرحهولك علشان لما تقراه تفهمه. انت فاهم؟ انتم مقدرين اللي انا بقوله؟ اللي انا بقوله ده يعني لا يقدر بآلاف الجنيهات. حد مقدر اللي انا بقوله؟ انا عمال اعيد، لاني يعني انا عمال اقول ميزة جامدة جدا 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 من النهاردة لبكرة الصبح. شوف ماتلاب كاتب لك كومنت تساعدك انك تفهم السورس كود بتاعه. ماشي. وكمان كاتب لك ايه؟ هتلاقيه بيقول لك الكوبي رايت بتاع الماث ووركس، وبيكتب لك بقى الالجوريزم. بيقول لك الالجوريزم ده مين اللي عمله؟ اللي عمله هذا الشخص، عمله في لغة برمجة قديمة قوي كان اسمها الجول. ماشي. بيقول لك ان ايه يعني، هنا بيقول لك ان الفانكشن دي هي كانت مبنية على فيرجن معمولة بلغة برمجة قديمة قوي، وحسنوا فيها. الكلام دوت هتلاقيه موجود في هذا الكتاب، وكتب لك اسم الكتاب بالتفصيل. الكتاب اللي المؤلف بتاعه اسمه برنت، والكتاب اسمه Algorithms for Minimization Without Derivations. الكتاب ده عامله دار النشر الفلانية، الكتاب ده سنة 73. يعني المعلومات الكاملة بتاعت الكتاب لو انت حبيت تفهم الثيوري بتاعت الطريقة اللي متبرمجة في الفانكشن دي. وبيقول لك كمان ان في فورتران فيرجن من الالجوريزم ده عملها الراجل ده وده وده في الكتاب اللي اسمه كذا، اللي منشور سنة كذا. يعني دلع ما بعده دلع. ماشي. عرفتوا هتحلوا مسألة الواجب ازاي؟ بس شكرا يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.